السلام عليكم طلاب. اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الأولى ضمن محاضرات الكورس الثاني، واللي راح تكون عن موضوع الـ 2-4 Networks. خلينا ناخذ بعض التعاريف البسيطة قبل نبدي بالأناليسز. التيرمينال هي نقطة دخول أو خروج تيار إلى أي دائرة كهربائية، مثل ما موجود عندي. لاحظ هذا الفيجر اللي أمامي، هذه terminals نسميها الدائرة. two terminal معناها port. البورت هو two terminal لأي network. البورت يجب أن يكون عندي دخول التيار إلى أحد الأطراف أو terminals مساوي للتيار الخارج من terminal الآخر. كمثال على two terminal أو one port network، مثلا الريزستر، الكاباستر أو الاندكتر، أعرف أنه هي two terminals في أي نتورك. التيار الداخل إلى هذه الكمبوننت لازم يكون مساوي إلى التيار الخارج من الطرف الثاني. بالمقابل عندي two ports network مثل ما أشوفها بالفيجر بي، معناها عندي four terminals. وأيضا ينطبق عندي الشرط أو الكونديشن أنه مجموع التيار في البورت، مجموع التيارات في البورت يجب أن يساوي صفر. يعني إذا عندي هذه two terminal تمثل لي الانبوت بورت، هذه two terminal تمثل لي الاوتبوت بورت. التيار اللي داخل إلى الانبوت بورت يجب أن يساوي تيار الخارج من البورت، يعني مجموع التيارات صفر. وأيضا بالمقابل في الاوتبوت بورت أيضا يكون مجموع التيارات صفر، يعني التيار الداخل الآي 2 يساوي للآي 2 اللي خارج من هذه التيرمينال في البورت الآخر. أيضا حتى نجري عمليات الأناليسز على التو بورت نتورك، يجب أن تكون النتورك هي لينير اللي موجودة عندي. طبعا التو بورت نتورك، التو بورت نتوركس ممكن أنه تكون البارامترز بيها استخدام الزد بارامتر، الاتش بارامتر او الواي بارامترز. احنا راح ناخذ اليوم في المحاضره هي الزد بارامتر حتى نقوم بتحليل هذه الدائره ك بلاك بوكس نسميها، او صندوق مغلق ما اعرف شنو اللي بداخله. الفكره بيها انه هذا النوع من الاناليسز تو بورت نتوركس هي لتبسيط الدوائر المعقده، مثل ما ماخذين احنا في الثيفنينج ثيوري اللي هي تبسط للدائره وتحولها إلى مصدر ومقاومة. هذه أيضا لما عندك تكون دائرة بكمبوننت متعددة، وممكن أنه أفصل هذه الدائرة إلى أجزاء صغيرة سب سيركتس وتكون مترابطة فيما بينها، بالذات إذا كاسكيدد مراحل متتالية. التو بورت نتوركس هي عملية تسهيل للأناليسز، وإن شاء الله تشوفوها أنتم في المواضيع الإلكترونيكس، تستخدم لتحليل الدوائر الإلكترونية الترانزستور والأوبريشنال أمبليفايرز. فحتى نجي راح ناخذ اليوم هو الإمبيدنس بارامترز، وحتى نقوم بتحليل الدائرة هذه اللينير نتورك اللي موجودة عندي وأعرف شنو البارامترز اللي أحتاجها في الأناليسز، ممكن أنه تسلط على التو بورتس يا أما مصدر فولتية أو مصدر تيار، وبهالحالة أوجد هذه الفولتيات والتيارات حسب معادلات واللي تحكمها عندي هذه المعادلتين. ما تفرق لي إذا مصدر فولتية أو تيار، المهم عندي أنه يكون الطرفين نفس المصدر، وعندي V1 I1 و V2 I2. المعادلة اللي تحكم لي V1 هي Z11 I1 زائدا Z12 I2، وبالطرف الآخر الـ V2 هي Z21 I1 زائدا Z22 I2. هسه نشوف شنو معنى الـ Z1 و 1 2 و 2 1. إذا أكتبها بصيغة الماتريكس تكون عندي بهالشكل، مصفوفة الـ V تساوي لمصفوفة الـ Z في مصفوفة الـ I، وهذه يرمز لها بالـ Z ماتريكس واللي هي مصفوفة الإمبيدنس بارامترز، أو سمبلي يسموها زد بارامتر. حتى أوجد هذه المعاملات اللي بالمعادلة رقم واحد اللي هي زد 1 زد 1 2 زد 2 1 وزد 2 2 أحتاج إلى أن أجري بعض التغيير على ربط الدائرة. يعني
حتى أوجد ال Z11 وال Z21 أستخدم V1 و أوجد I1 ب استخدام V2 يساوي أو ال I2 يساوي لصفر. I2 يساوي لصفر ما معناها شنو عندي؟ Open Circuit، يعني هذه الدائرة حتى أوجد كأي بلوك مال نتورك أو دائرة كبيرة سواء أو صغيرة في داخل هذا البلوك، حتى أوجد البارامترز اللي أقدر أستخدمها بهذه المعادلة للرقم واحد، أحتاج أنه أفصل الأوتبوت، يعني أقطع طريق الآي 2 ويكون عندي آي 2 زيرو، وأسلط فولتية على الأنبوت وأحسب التيار. هذه الطريقة إيش راح تنطيني؟ تنطيني الزد 1-1 وتنطيني الزد 2-1 واللي هو تأثير الفي 2 نتيجة الآي 1. بالمقابل إذا بالعكس سلطت فصلت الأنبوت وخليت الآي 1 زيرو وسلطت فولتية من الأوتبوت على هذه الدائرة، راح أوجد الزد 1-2 والزد 2-2. لاحظ إذن العملية حتى أنا حتى أوجد أي زد بارامترز لأي نتورك أو لأي سيركت موجودة عندي بغض النظر شنو داخل هذه السيركت، اللي أسوي أفصل الأوتبوت، أقطع التيار I2 أسوي صفر، وأسلط فولتية بالأنبوت أوجد V1 وI1 من خلالها أقدر أحسم Z11 اللي هي V1 على I1 والZ21 اللي هي V2 نتيجة I1 V2 على I1. حتى أحسب بالعكس Z12 والZ22 أفصل الانبوت وأسوي التيار I1 صفر وأسلط فولتية V2 على الأوتبوت وأحسب الI2، وبهالحالة عندي Z22 هي V2 على I2 والZ12 هي V1 نتيجة مرور I2. تلاحظ أنه هسان كأنه Z11 هي ممانعة الانبوت impedance والZ22 هي الأوتبوت impedance للدائرة، لأنه هي عبارة عن فولتية على التيار للانبوت هنا بالZ11 والفولتية على التيار بالنسبة للأوتبوت بالZ22. تبقى عندي Z1 والZ2 هو تأثير الأوتبوت على الأنبوت وتأثير الأنبوت على الأوتبوت. خلينا نشوف إذا نكتبها كمعادلات، راح تكون عندي صيغة المعادلات بهالشكل من معادلة رقم 1-3 إلى 1-6. ألاحظ أنه Z11 هو الـ V1 على الـ I1 at I2 يساوي لـ 0 مثل ما شرحنا على الفيجر، وأيضا البقية مثل ما تشوفوها بالمعادلات. ألاحظ أنه هذه هي عبارة عن impedance وقيمتها بال ohm، وفي أغلب في كل التحليل لإيجاد أي واحد من هذه القيم أو البارامترز أنا جاي اللي أسوي open circuit، ولذلك تسمى بشكل عام open circuit impedance parameters، وتسمى Z11 open circuit input impedance، لاحظ Z22 هي open circuit output impedance، Z12 هو الـ Open Circuit Transfer Impedance from Port 1 to Port 2، يعني تأثير مرور التيار بالـ Port 1 على الـ Port 2. بالعكس الـ Z21 هي الـ Open Circuit Transfer Impedance from Port 2 to Port 1، يعني تأثير مرور توليد فولتية بالـ Port 1 نتيجة مرور تيار بالـ Port 2. حتى تكون عندي واضحة المسألة الأناليسز راح نأخذ أمثلة ونشوف شلون نطبق هذه المعادلات ونوجد الزد ترانسفير أو بارامترز بالنسبة لأي دائرة. خلينا نأخذ هذه الدائرة اللي أمامنا بالإكزامبل الأول في فيجر 1.4، وألاحظ عندي مجموعة مقاومات مربوطة على شكل T connection. المطلوب من عندي إيجاد الزد بارامترز لهذه الدائرة. خلينا نجي حتى أوجد Z11 والZ21 راح أطبق البروسيجر اللي تكلمنا عنه، أنه أسلط فولتية على الانبوت وأخلي الأوتبوت أو البورت 2 هو open، يعني الآي 2 يساوي لي 0 open circuit هنا عندي، وعندي V1 I1 ومن خلالها راح أوجد Z11 والZ21 اللي هو تأثير مرور تيار 1 على الفولتية 2. لاحظ
هسه الان بالنسبه لي الزد 11 هي في 1 على اي 1 شو تساوي لي 20 زائدا 40 اوم في اي 1 مو لان هذا التيار هسه انا عندي الاي 1 ماكو مرور منه للتيار صفر فهذا التيار راح يمر وين عندي بالمقاومه ال 20 اوم وال 40 اوم اذا الفي 1 على الاي 1 الفي 1 تساوي للاي 1 في 20 زائد 40 وانا اقسمها على الاي 1 فراح يكون عندي الاوتبوت الزد 11 في الانبوت العفو هو 20 اوم زائد 40 اوم واللي هو 60 اوم. بالنسبه الى الزد 21 هو تاثير مرور الاي 1 على الاوتبوت فولتج الفي 2 لاحظ اللي بالمعادله زد 21 هو في 2 على اي 1 اذا اللي احتاجه اوجد في 2 نتيجه مرور اي 1 الفي 2 في هالحاله بما انه هذه اوبن سيركت فما عندي دروب على هذه المقاومة الـ V2 يساوي للـ V على الـ 40 أوم الـ V2 إذن هي 40 أوم في I1 اللي هو راح يمر عندي منه على الـ I1 من التعريف من المعادلة مال التعريف فراح يصير عندي 40 أوم لاحظ إذن هسه أنا لو أضع على هذه العملية وكأنه أنا عندي Z11 هو ممانعة الانبوت لما الاوتبوت اوبن سيركت الزد 21 هو المشترك بين البورت 1 والبورت 2 اوكي بالاوتبوت اوبن سيركت ايضا نفس العملية بالنسبة الى زد 12 وزد 22 راح اسوي اوبن سيركت بالانبوت اقطع الاي 1 اسوي 0 واسلط فولتية من الاوتبوت واشوف اولا الزد 1 2 هي الفولتيه في 1 على اي 2 الفولتيه في 1 هي الفولتيه على الار 40 اوم لانه ما عندي مرور تيار هنا فراح تكون هي عباره عن اي 2 في 40 اوم لان التيار الاي 2 كله راح يمر من بال 40 اوم ما عندي مرور تيار بهذه المنطقه وراح يكون عندي الـ V1 هو عبارة عن I2 في 40 أوم على I2 يطلع لي 40 أوم Z22 هي عبارة عن الـ V2 على الـ I2 والـ I2 هو راح يكون عندي أو الـ V2 مساوية للـ I2 في 30 أوم زائد 40 أوم لأن هذه التوالي وراح يكون عندي Z22 70 أوم بالأمثلة اللي راح تجي ما راح نطبق هذه البروسيجر بالتفصيل لأنه هو واضح عندي يكون Z11 هو الأوبن يعني ممانعة الدائرة لما الأوتبوت أوبن Z22 هو ممانعة الأوتبوت لما الأنبوت أوبن Z12 Z21 هو تأثير الأوتبوت بورت على الأنبوت والأنبوت بورت على الأوتبوت بالعكس هسا نشوف ناخذ مثال آخر ونحله بشكل أسرع من هذا البروسيجر لاحظوا المثال الثاني موجودة عندي دائرة أيضا بها مقاومة متسعة ومحافة والمطلوب من عندي الزد ماتريكس من هذه الدائرة بشكل مباشر أقدر أعرف أنه Z11 هو ممانعة الأنبوت لما عندي الأوتبوت أوبن سيركت وبهالحالة الممانعة راح تكون عندي 4 أوم زائدا J6 المحافة هذه ما إلها أي تأثير لأنه أوبن سيركت عندي منها فإذا Z11 هي 4 زائد J6 الآن Z21 هو المشترك بين الأنبوت والأوتبوت تأثيره هذا فقط عندي اللي هو جي 6 بالعكس ايضا لما اجي اسلط الفولتيه على الاوتبوت والانبوت يكون عندي اوبن المشترك هو عندي اللي هو زد 1 2 راح يكون جي 6 نفسه والاوتبوت امبيدنس هي عباره عن مجموع الماينس جي 10 زائد جي 6 اللي هو هذه الممانعات اللي موجوده ضمن هذا الخط او البرانش فهي راح تكون عندي Z22 تساوي لي J6 ماينس J10 واللي هي ماينس J4 إذن Z21
ماتريكس راح تكون عندي بالشكل التالي، هذه Z11 اللي هي 4 زائد J6، Z12 هو J6، والZ21 هو J6 أيضا، والZ22 هو minus J4. نأخذ دائرة ثانية بربط مختلف وأيضا نوجد الZ parameters لهذه الدائرة. لاحظ عندي لما يكون عندي سأوجد الZ11 لما يكون عندي الـ Output Open Circuit، شنو اللي أشوفه من هالاتجاه المقاومات؟ هو عبارة عن 5 أوم زائد 15 توازي مع 20 أوم، 5 زائد 15 يعني 20 أوم توازي مع 20 أوم، راح يكون عندي الZ11 هو 20 أوم توازي مع 20 أوم واللي هي 10 أوم. الآن أريد أوجد الZ21 اللي هي V2 على I1. لاحظ V2 في هالحالة هي شو تساوي للفولتية على ال 15 أوم، فإذا لازم أحسب الفولتية على ال 15 أوم من وجود أو من مرور تيار I1 وهذا صفر ال I2. لاحظ شو راح يصير عندي، التيار اللي يمر عندي بالمقاومة 15 أوم هو ال I1، هذا current divider rule مو، فعندي التيار اللي يمر في هذا البرانش اللي هي بال 15 اوم هو عباره عن الاي 1 في 20 اوم على مجموع المقاومتين بال 2 برانشز، فراح يصير الاي بال 15 اوم هو الاي 1 في 20 اوم اللي في الفرع اللي ما اريده على مجموع المقاومات اللي هو 40 اوم، واللي راح يظهر عندي شنو التيار اللي يمر بال 15 اوم هو 0.5 اي 1 نصف تيار اي 1. الآن الفولتية V2 أنا هسه اللي أريد أحسبها V2 على I1، ال V2 شو تساوي لي؟ ال I اللي يمر منا اللي هو I 15 أوم في 15 أوم، V2 تساوي لي ال I of 15 أوم في 15 واللي يساوي لي 0.5 I1 في 15 واللي يساوي لي 7.5 I1. أرجع أطبق القانون اللي Z21 تساوي لي V2 على I1، V2 أجيبها من هذه المعادلة اللي هي 7.5 I1 على I1 تطلع 7.5 أوم، إذن Z21 هي 7.5 أوم. الآن بالعكس أريد أحسب Z21 عفوا، فبهالحالة شو راح يصير عندي؟ أسلط تيار الفولتية على الأوتبوت وأعتبر الأنبوت أوبن سيركت، الI1 راح يصير 0، عندي الI2 هو الأكتف، اللي راح يصير عندي أحتاج الV1 على الـ I2، الـ V1 هي عبارة عن الفولتية على المقاومة 20 أوم ناتجة من I2، الـ I2 في الحالة اللي يمر بالـ 20 أوم هو I2 في 15 أوم على مجموع المقاومات، هذا current divider، راح يصير عندي الـ I 20 أوم أو التيار اللي يمر عندي في المقاومة 20 أوم هو الـ I2 في 15 أوم، لاحظ في الفرع اللي ما أريده على مجموع أوم اللي هو 40 أوم، طلع عندي الـ I اللي يمر بالـ 20 أوم هو 0.375 I2. الآن الفولتية V1 هي شو تساوي لي؟ هذا التيار اللي حسبته هسه في 20 أوم أطبقها راح يطلع عندي 7.5 I2. أرجع أطبق القانون اللي هو V1 هذه على I2 راح يطلع عندي 7.5 أوم. لاحظ Z12 تساوي لي Z21 عادة في اللينير نتورك اللي ما موجود عندي بيها dependent source يكون Z12 مساوي لZ21. الآن Z22 هي V2 على I2 وبهالحالة هي عبارة عن الممانعة اللي أشوفها من هالاتجاه للدائرة من الأوتبوت واللي هي راح تكون عندي 5 أوم زائد الـ 20 اللي هي 25 أوم توازي مع الـ 15 أوم، فراح تكون عندي Z22 هي 15 أوم توازي مع 25 أوم واللي طلعت عندي 9.375 أوم. مثال آخر، راح بهذا المثال بالعكس منطيني
زد بارامترز مثل ما أشوف في هذه الدائرة، منطيني مصدر فولتية ومنطيني مقاومة مربوطة إلى هذه النتورك. اللي مطلوب من عندي يقول لي أوجد I1 و I2 حسب هذه المعطيات اللي موجودة عندي اللي هي زد بارامترز. المعادلات، أرجع للمعادلات الأصلية، الـ V1 تساوي لي Z11 اللي هي 40 أوم في I1 زائدا Z12 في 20 اللي هي J20 في I2، و V2 تساوي لي Z21 في I1 زائدا Z22 اللي هي 50 في I2. الآن بما أنه أنا اللي أريدها هي I1 و I2، فأعوض راح عن الفولتية، مصدر الفولتية بميت فولت اللي موجود عندي بالدائرة، و V2 شو تساوي للV2؟ هي I2 في 10 لكن بعكس الاتجاه، مو لأن التيار أنا جاي أعتبره داخل، فيصير عندي minus 10 I2. زين، طبق هذه القيم في هذه المعادلات وراح نعوض. راح تكون عندي المعادلة الأولى هي 100 زائد يساوي لي 40 I1 زائدا J20 I2. من هذه المعادلة الثانية أعوض راح عن V2 ب minus 10 I2 يساوي لي J30 I1 زائدا 50 I2. هذه أقدر أعيد ترتيبها، مو راح يصير عندي الخمسين أنقلها إلى هذا الطرف راح تصير ناقص 60 يساوي لي J30 I1. من أقسم على J30 لأن هذه من الماينس وتقسيم على J هي بالماينس فراح تصير موجب، ويكون عندي 60 على 30، إذن I1 يساوي لي J2I2. هذه أقدر أرجع أعوضها وين؟ بالمعادلة الأولى، اوكي، اللي هي هذه حتى اوجد الاي 2 او الاي 1. لاحظ هذه المعادله راح ارجع اعوض عن اي 1 بمقدار جي 2 اي 2، فصارت عندي 140 اي 1 اعوض عنها بجي 2 اي 2 راح تصير جي 80 اي 2 زائدا جي 20 اي 2. أحل هذه المعادلة أوجد أنه I2 يساوي لي minus J أمبير، يعني minus 90 درجة، كأنه عندي minus J. أرجع أعوض بهذه المعادلة عن قيمة الـ I2 اللي هي minus J، فراح تصير عندي الـ I1 يساوي لي J في 2 I2 J في 2 في minus J واللي راح تنطيني 2 أمبير، يعني عندي راح تصير الـ I1 هو 2 أمبير بزاوية 0 والـ I2 هو 1 أمبير بزاوية ناقص 90.